السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم علوم للصف الأول متوسط الجزء الأول. اليوم وصلنا صفحة 63، اللافلزات وأشباه اللافلزات. أخذت المحاضرة اللي قبلها الفلزات، واليوم إن شاء الله حناخذ اللافلزات. الفكرة الرئيسية: اللافلزات عناصر ليس لها لمعان وغير قابلة للطرق والسحب، رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة. أما أشباه الفلزات فلها خواص كل من الفلزات واللافلزات، طبعا هاي خواصها. هسه حنتناول هذه الخواص. تعريف اللافلزات: هي العناصر التي تقع على يمين الخط المتعرج من الجدول الدوري فيما عدا الهيدروجين، لأنه عنصر منفصل عن باقي عناصر الجدول الدوري، لأن خواصها لا تتلائم مع أي مجموعة بسبب سلوكه، لأنه يسلك في بعض التفاعلات مسلك فلز وفي بعضها الآخر يسلك سلوك اللافلز. هذا تعريف اللافلزات. خواص اللافلزات: ليس لها لمعان بريق غير قابلة للطرق والسحب، واللافلزات الصلبة دائما تكون يعني هشة وسريعة الكسر وهي ليست لينة، رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء. سؤال يقول: لماذا تختلف يعني هذا شو عندي تعريف اللافلزات وخواصها ناخذ من عندها. لماذا تختلف اللافلزات في خواصها عنده عن الفلزات؟ هذه كلها أقوله. يقول: معظم اللافلزات تحتوي على عديد من الالكترونات في مدارها الخارجي. نقول: لهذا السبب فإن الكتروناتها ليست حرة الحركة، وتميل أغلب ذرات اللافلزات لاستقبال الالكترونات من ذرات العناصر الأخرى حتى يكونون أيون سالب. يعني هذا سؤال وهنا الجواب، يبدي هذا الجواب. أذكر ثلاث خواص هي هذا قلتها قبل شوية. ناخذ هذا عيني. يلا عيني. ما أهمية اللافلزات في حياتنا؟ يقول: انظر إلى يمين الخط المتعرج من الجدول الدوري في الدورتين الثانية والثالثة، عد الكربون والنيتروجين والأكسجين والكبريت والفوسفور. هذه العناصر الخمسة هي لها أهمية كبيرة في حياتنا. هذا الجواب عيني، هذا سؤال وهذا الجواب. نقول: لأنها تكون الجزء الأكبر من البنية الجسدية للجسم الإنسان، تشترك مع الهيدروجين في تكوين الدهون والمواد الكربوهيدراتية والبروتينية والأحماض النووية للكائنات الحية. هذا عيني جواب، لأنها من لأنها الحد هذه. هذا سؤال، يقول: ما أهمية اللافلزات في حياتنا؟ وهذا الجواب. يقول: ما العناصر الأساسية من اللافلزات التي لها أهمية في حياتنا؟ كتبت لكم الكربون والأكسجين والفوسفور والكبريت. هذا السؤال والجواب. ناخذ أشباه الفلزات. تعريفها لحد هنا: هي العناصر التي تقع على الخط المتعرج في الجدول الدوري، ومنها البرون بي والسيليكون الاس اي. لأشباه الفلزات خواص كل من الفلزات واللافلزات، فكل أشباه الفلزات الصلبة لها أبريق لها، لكن ليس لها كبريق الفلزات نفسها. معظم أشباه الفلزات موصلة للحرارة والكهرباء، لكنها ليست درجة توصيل الفلزات، وتسمى في بعض الأحيان بأشباه الفلزات الموصلات. سوري. ناخذ هنا عندي السؤال دقيقة. استخداماتها: يعني فرقائق السيليكون يدخل في صناعة الخلايا الشمسية ومكون الحاسوب الإلكتروني. لماذا تعد أشباه الفلزات مواد شبه موصلة للكهرباء؟ وذلك لأن توصيلها للكهرباء أقل من توصيل الفلزات. هذا السؤال والجواب. ناخذ مواقع العناصر في الجدول الدوري وخواصها. هنا يقول: يمكن التنبؤ بخواص العناصر من موقعها في الجدول الدوري، فعند نظر للعناصر عبر الصف يعني الدورة أفقيا أو إلى الأسفل عبر العمود رأسيا بالزمرة، تقع هذه خواصها في الزمرة متماثلة. فعناصر الزمرة الأولى أي كلها فلزات، وعناصر الزمرة السابعة لا فلزات، أما عناصر الزمرة الثامنة عناصر نبيلة. لا تتشابه عناصر الدورة في خواصه، حيث تتغير خواص يعني ما تتشابه، تتغير خواص العناصر في أثناء التنقل عبر الدورة من اليسار إلى اليمين. عندي سبيل المثال مثل عندي البوتاسيوم الكالسيوم إلى فلزات غير نشطة مثل النيكل الـ Ni والنحاس Cu، ولا أشباه الفلزات واللافلزات مثل الزرنيخ AS والبروم PR على التوالي، ومثل العنصر الأخير دورة بغاز خامل نبيل وغاز الكربوتون KR وهو غاز الخامل في هذه الدورة. سؤال هنا عني عيني: عند استخدامك الجدول الدوري أين تتوقع وجود العناصر المتماثلة في خواصها؟ توجد في الزمر، بس توجد في الزمر. ناخذ بعض خواص الزمرة يعني عائلة البرون. عنصر
ناخذ عناصر البرون. عنصر البرون بي هو العنصر الوحيد وين يوجد بالزمرة الثالثة. شبه فلس سعير يعني سريع الكسر ويستخدم في صناعة حامض البوريك. يستخدم كمادة مطهرة. الألمنيوم فلز يوجد بوفرة في القشرة الأرضية، والعناصر الأخرى مثل الجاليوم والإنديوم والثاليوم هي فلزات أيضا. عائلة الكربون، الكربون هو العنصر الوحيد اللافلزي في الزمرة الرابعة أي، له صورتان شائعتان هما الكرافيت والماس. يدخل الكرافيت في صناعة الجزء الأكبر من أقلام الرصاص، والكربون عنصر فريد ومتميز حيث يدخل في تركيب عدد غير محدود من المركبات المختلفة. التي تحتوي معظم المركبات الموجودة في الكائنات الحية على اليمن على الكربون والسيليكون والجرمانيوم من أشباه الفلزات. ومركبات السيليكون توجد بنسبة 60% من القشرة الأرضية، والرصاص والقصدير تعد فلزات أيضا. ما الصورتان الشائعتان لعنصر الكربون؟ هي الكرافيت والماس. ناخذ عائلة النيتروجين. النيتروجين عنصر لا فلزي يقع في الزمرة الخامسة. طبعا هاي موقع كل العناصر، هذا مهم، تأتي فراغات بشكل جيد 78% من الهواء الجوي. تحتاج الكائنات الحية إلى مركبات نيتروجين حتى يكون بروتونات. الفسفور عنصر لا فلزي صلب يدخل في تركيب العظام والأسنان والحامض النووي DNI. هذه طبعا مهم هذه. ونستخدم الزرنيخ كمبيد حشري، ويعد الأنتيمون شبه فلز، أما البزموث فهو فلز. ناخذ الأكسجين. الأكسجين عنصر لا فلزي وين يقع بالزمرة السادسة، شقد يبلغ؟ هاي كلها طبعا فراغات، تجي 21% و60% من كتلة جسم الإنسان و50% من كتلة القشرة الأرضية. الكبريت عنصر لا فلزي وين يوجد؟ يستخدم في صناعة يعني بالعراق، يستخدم في صناعة المطاط وحامض الكبريتيك. والسليلوز عنصر لا فلزي موصل للكهرباء بوجود ضوء الشمس، يستخدم في صناعة أجهزة قياس شدة الاستضاءة. طبعا هاي أهم استخداماته أو استعمالاته. لماذا تحتاج الكائنات الحية إلى مركبات النيتروجين؟ نقول لتكوين البروتونات الموجودة داخل أجسام الكائنات الحية. هذا سؤال هنا وجوابها. ناخذ الفوسفور. تسمى الهالوجينات، تعريفها طبعا هي العناصر الخمسة التي تقع في الزمرة السابعة أي في الجدول الدوري، وجميعها عناصر لا فلزية. الهالوجين يعني مكون أملاح. الهالوجينات تتحد مع الفلزات حتى يكونون أملاح مثل كلوريد الصوديوم ملح الطعام. ناخذ الهيليوم. هي عناصر الزمرة الثامنة، سميت بهذا الاسم طبعا علل لأنها لا تتحد مع العناصر الأخرى. هذا الجوابها. يقول لماذا سميت الهيليوم عناصر الزمرة الثامنة بهذا الاسم بالغازات النبيلة؟ لأنها لا تتحد مع العناصر الأخرى. يعتبر الهيليوم ثاني أخف من الهيدروجين. طبعا هذا علل وكلش مهم وجب الأسئلة. جواب: يستخدم النيون في صناعة مصابيح النيون، يعني تملأ به المناظر. يقول لماذا؟ هذا السؤال طبعا وهذا الجواب. يقول لماذا يستخدم غاز الهيليوم في ملء المناظر؟ لأنه غاز أخف بعد الهيدروجين. ماذا نعني كلمة هالوجين؟ تعني مكون أملاح، بس نقول مكونة أملاح. ناخذ الفكرة الرئيسية. ما خواص اللافلزات؟ إياتان كتبتها هاي عيني الأجوبة، فقط الأجوبة. يقول ما خواص اللافلزات؟ هاي موجودة صفحة 63، موجودة صفحة 3. يلا عيني أول واحد يقول ما خواص اللافلزات. خواص اللافلزات موجودة، ما كتبتها، موجودة صفحة 63. هسا قبل شوية قلتها. اذكر أهم خواص أشباه الفلزات. لها بريق ولمعان أقل من الفلزات، موصل الحرارة والكهرباء أقل من الفلزات. بس عدي نقطتين زين. المفردات: ما الزمرة التي تحتوي على العناصر النبيلة ولماذا سميت بالعناصر الخاملة؟ توجد في الزمرة الثامنة لأن مدارها الخارجي مشبع ولا تتفاعل مع العناصر البقية. زين. رابعا: ما الخاصية التي تجعل السيليكون يستخدم في صناعة رقائق الحاسبات الإلكترونية؟ رابعا يقول لأنها شبه موصل وقليل التوصيل للكهرباء، لأنها شبه موصل وقليل التوصيل للكهرباء. خامسا: قارن بين اللافلزات وأشباه الفلزات من حيث التوصيل الكهربائية. رديئة التوصيل الكهربائية هاي الفلزات، أما أشباه هاي اللافلزات، إيه اللافلزات، أما أشباه الفلزات قليلة التوصيل الكهربائية. زين. سادسا: سمي شبه فلز واحد واذكر الخواص التي يتميز بها. هو من عد السيليكون، لها بريق معدني ولمعان وشبه فلز موصل للكهرباء.
سابعاً هذا كلش مهم، هذا السؤال هسه قلته قبل شوية، لماذا يستخدم غاز الهيليوم في ملء المناضد؟ طبعاً دائماً مدرساتنا يجيبون هذا السؤال. نقول لأنه غاز خفيف وخامل، لأنه غاز خفيف وخامل. هاي الأسئلة عيني شوية، خلينا هاي الأسئلة شوفوها زين. تفكير الناقد يقول كيف يمكنك توضيح بأن أشباه الفلزات ليس فلزات ولا فلزات؟ أشباه الفلزات لأنها لها بريق ولمعان أقل من الفلزات. جواب السؤال الثاني من التفكير الناقد، ما الذي يجعل خواص اللافلزات في الزمرة الواحدة تتشابه؟ لأن لها العدد نفسه من الإلكترونات في المدار الخارجي. السؤال الثالث يقول ماذا تتنبأ لتغيير الخواص الكيميائية والفيزيائية لعناصر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين؟ سوف تتدرج الخواص الفيزيائية والكيميائية لعناصر الدورة الواحدة. هذه تفكير الناقد. بقت عندي شغلة واحدة بس هذه الأسئلة مراجعة الدرس الفصل الثالث. هنا عندي أيوبي، عناصر يمكن طرقها وسحبها دون أن تنكسر؟ رابعا من هي؟ الفلزات. العناصر الموضوعة في الصفوف الأفقية في الجدول الدوري، ثانيا الدورة. توضيح فيها توضع فيها العناصر التي تمتلك خواص كيميائية متشابهة في الجدول الدوري، خامسا الزمر. عناصر لها خواص تشابه خواص الفلزات واللا فلزات، عندي أشباه الفلزات. العناصر الموجودة على يمين أشباه الفلزات في الجدول الدوري، اللا فلزات. جدول يحتوي على العناصر الكيميائية ويرتبها حسب تشابه وتسلسل خواصها الفيزيائية والكيميائية بأنها عدة جدول الدوري. على أساس سمي الجدول الذي يحتوي العناصر الكيميائية بالجدول الدوري عدة دورية. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، أغلب العناصر الموجودة على يسار الجدول الدوري هي الفلزات. ترتيب العناصر في الجدول الدوري بشكل عمودي يسمى بالزمرة. عنصر من العناصر الآتية لا يعد من اللافلزات هو الحديد. يلا عيني بقت على هذه الصفحة. أي من الخواص التالية لا تعد خاصة فلزية؟ الديباء، عدم التوصيل للحرارة. زمرة، في الزمر من الزمر الآتية تكون يعني جميع عناصرها غازات، هي الغازات النبيلة يعني العناصر النبيلة. أسئلة ذات إجابات قصيرة، يقول اكتب المعلومات في المربع، يعني هذا مثلا عندنا النيتروجين العدد الذري، هذا يعني هذه السبعة نقول عدد الذري، هاي السبعة. النيتروجين الآن رمز العنصر، هنا النيتروجين عربي وإنجليزي اسم العنصر، وهنا 1014007 بالألف الكتلة الذرية، هاي هم نفس الشيء. الواحد العدد الذري، الH رمز العنصر، الهيدروجين العربي والإنجليزي اسم العنصر، والكتلة الذرية هذا واحد عدد صحي وثمانية بالألف. السؤال الثاني، اذكر أسماء العوائد الخاصة بالزمرة الآتية الثلاثة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. الثالثة عائلة البرون، والرابعة عائلة الكربون، والخامسة عائلة النيتروجين، والسادسة عائلة الأكسجين. ثالثا، قارن بين الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات من حيث التوصيل الكهربائي. هي تاني كتبتها، عندي بس نقطة واحدة، التوصيل الكهربائي. الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء، واللافلزات ضعيفة التوصيل، وأشباه الفلزات رديئة التوصيل. يعني بس نقطة، كل واحدة نقطة، جيدة، ضعيفة، ورديئة. زين، يقول لي قارن بين هسه عندي سؤال، لخص مساهمة كل من العالمين التاليين في تطوير الجدول الدوري. مندليف يقول، والموزلي. المندليف يقول رتب العناصر على أساس الزيادة في الكتلة الذرية، أما موزلي رتب العناصر على أساس الزيادة في الأعداد الذرية. يعني مندليف على أساس الزيادة بالكتلة الذرية، وموزلي على أساس الزيادة بالأعداد الذرية. لماذا خامسة، لماذا تسمى الزمرة الثامنة بالغازات الخاملة؟ لأن نقول مدارها الخارجي مشبع بالإلكترونات ولا تتفاعل مع العناصر الأخرى. زين، هاي عيني. زين، بقت عندي التفكير الناقد، يقول بماذا تشبع عنصر الهيدروجين مع عناصر الزمرة الأولى؟ هياته نقول التفكير الناقد، نقول أشباه الفلزات، أشباه الفلزات لأنها لها بريق معدني. لا والله مو هذه، هاي عيني. يقول بماذا تشبع عنصر الهيدروجين مع عناصر الزمرة الأولى؟ هنا لأن لها إلكترون واحد في الغلاف الخارجي، لأن لها إلكترون واحد في الغلاف الخارجي. ثانيا يقول كم زمرة يتألف منها الجدول الدوري؟ ثمان زمر.
ثالثا، هل تتشابه خواص الصوديوم أكثر مع خواص الليثيوم والمغنيسيوم؟ تتشابه خواص الصوديوم مع الليثيوم لأنهم يقعان في زمرة واحدة هي الزمرة الأولى، حيث يمتلكان إلكترون واحد في غلافه الخارجي. هذني التفكير الناقد اللي بس خلنا نصور عليهن لنخاف ذيك شوية غلطت. هذني التفكير الناقد. ثلاثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.